نازحو العراق، الجرح العميق الذي لم يجد من يداويه يزيد نزيفه يوما بعد يوم، حتى دون رواية لما تصل إلى ختامها بعد، وأبطالها لم يجدوا غير وسائل الإعلام ليعبروا عن القهر الذي يعيشون فيه. منظمة العفو الدولية وفي تقرير جديد لها قالت إن آلاف النازحين العراقيين الذين سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة أصبحوا اليوم عرضة لمزيد من المخاطر نظرا لمضي السلطات في العراق قدما في إغلاق المخيمات. ويكشف تقرير المنظمة مواصلة السلطات الحكومية وصم النازحين بالإرهاب، فتمنع حصولهم على الوثائق المدنية التي تعتبر ضرورية للتوظيف والتعليم وتلقي الخدمات والمزايا وكذلك لحرية التنقل. ولا يزال أفراد آلاف العائلات في شتى أنحاء العراق يجهلون مصير ومكان ذويهم الذين اختفوا قسراً. وذاك ملف أشد أهمية، إذ لا تزال منظمة العفو تطلع للعلن توثيقات جديدة عن المختطفين قسرا والمغيبين ممن نزحوا أثناء المعارك مع تنظيم الدولة، حيث قامت السلطات الحكومية والميليشيات باعتقالات جماعية للشباب وحتى لمن هم دون سن 14، ومن نجا من سيطرات هذه القوى وقع في قبضة قوات البيشمركة الكردية التي كان لها دور أيضا في تغييب النازحين المعتقلين، وإلى الآن ما زال الكتمان هو الجواب للسائل عن مصيرهم. ليس حاضر النازحين هو الخطر الوحيد والمأساة الكبرى، وإنما المستقبل المجهول الذي ينتظر أبناءهم من ناحية تغير ظروفهم الاجتماعية وغياب الأمان. فما الذي سيكبر عليه الأطفال النازحون؟ سلب هويتهم وحرمانهم من التعليم وقطع العلاقة بينهم وبين أوطانهم ومناطق آبائهم، ومعظمهم يكبرون على اليتم وفقدان الأخوة والأقارب. كل هذه المآسي التي وصل صداها إلى أنحاء العالم واطلعت عليها المنظمات الحقوقية والإنسانية لم تجد في الجانب الحكومي من يصغي إليها ويسعى لحلها، ولن يحصل هذا بدون قدوم حكومة وطنية تنبع من واقع الشعب ومختارة بأصواته الحرة.